حضرتك زعلت لما الشيخ خالد الجمل داعية بالأوقاف كتب عن حضرتك عندما يتكلم الداعية كما يتكلم وحط وصف مش لطيف. أي حضرتك والله يكتب ده فهمه ولا مؤاخذة على الفهوم. هي مش جرأة شوية من حضرتك يا دكتور؟ يعني الناس اتعودت انه رجل الدين او عالم الدين ده رجل وقور بيتكلم بميزان وبيتكلم بحساب وعاده مكشر. اديلك مثال عاده مكشر. اديلك مثال عملي. هاخد لك كام ثانيه بالطريقه اللي حضرتك بتقولي ان هم عايزين المعتادة. اقول بيها انا هقعد الاول كده واقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمن حق الزوج على زوجته أن تسمع كلامه وأن تطيع أوامره ما دام ذلك في المعروف. فلسطب. ده أحب إليك ولا لما أنا أقول لك شوفي تمهيده وكده؟ الزوج له حق السمع والطاعة في المعروف، يعني ما يقولش جوزته بحاجة تغضب ربنا وهي عليها تسمعه لأنه مش إله. أقولها كده ولا أقولها نمبر وان؟ اختار أنت يا منى عبد الوهاب. أنا أختار؟ آه لا كده. طيب خلاص اللي يزعل يزعل.